والعلم مع الدكتورة غالية السامر. تفضل تفضل. يعني مش لاقي كلام اقوله صراحه في حضور استاذتنا الكبيره استاذه سعديه العدلي. ويوم التكريم ده يعني مش لاستاذه سعديه بس ولا للجانب الانساني اللي احنا بنحتفل بيه، لا ده لكل رمز وقيمه عندنا لحد نموذج حتى لو ما يعرفهاش. يعني استاذه سعديه طبعا بوجه لها الشكر في غيابها وفي حضورها. أنا في مبادرة عملتها اسمها إهداء كتاب الطفل المستشفى 57-357، فأعلنت على صفحتي إن أي كاتب من زمايلنا الكتاب كتاب أدب الطفل وكده لو في عنده أي كتب يعني أي عدد في خلال معرض الكتاب يجهز الكتب دي بحيث نوديها. تخيلوا أول حد تواصل معايا مين؟ أستاذتنا الكبيرة أستاذة سعدية العدلي. يعني هي اول حد تواصل واتصلت وقالت لي انا على استعداد ان انا الكتب اللي انت عايزاها وكده وابقى معاكم في المبادره دي. ده جانب بسيط بس يعني حاجه حصلت كده بيني وبينها. غير طبعا هي بالنسبه لنا احنا ككتاب ادب الطفل او كنقاد، دكتور سلامه تعلم طبعا اول العارفين بده في كل الملتقيات اللي بتتعمل وبتبقى استاذه سعديه موجوده فيها، يعني رايها يعني بالنسبه لنا احنا مرجع. بالنسبه لينا ككتاب ونقاد راي استاذه سعديه العدلي ده مرجع. فصراحه لو فضلت اتكلم من هنا لغايه امتى مش هكفيها حقها. والتكريم ده يعني ولا شيء في تاريخها المشرف. هي العائله كلها صراحه يعني العائله كلها ليها كل التقدير والاعتزاز والاحترام والتحيه. وهقول في الاخر يعني ربنا يكتر من الامثال دي في بلدنا، الامثال اللي هي تاخد بايدين اي حد مبتدئ او اي حد زميل وترفع من قدره. وفي النهايه ليها كل الود والتقدير ولكم جميعا كل الود والتحايا والتقدير وشكرا لكم. شكرا للدكتوره غاليه الزامل.